والله الا عجيب كيفاش مخدوم وكيفاش سقط الراس ديالي في 1954. السلام عليكم الإخوان، نتمنى أن كل شيء يكون بخير وعلى خير. أول حاجة شكرا على حسن المتابعة. بخصوص الواقعة اللي وقعت في آخر فيديو، من بعد ما أخوان ضرب داك السيد داوه مباشرة للمستشفى ومشى في غيبوبة، لأن البلاصة اللي تضرب فيها خطيرة بزاف. وداروا له واحد جوج الحقن، عاد ولا شويه لاباس الحمد لله، ما وقعت له حتى شي حاجه. وكنتمنى ان هذا الشيء ما يتعاودش، وكنعتذر من هذا السيد هذا بزاف بزاف. هذا المشهد هذا تعمدت انني نخليه في الفيديو باش الناس اللي كيتلاقاوني في الطريق يحاولوا انهم يردوا البال من خوان لانه كيضرب. تبارك الله، عطي هاد الفورنة وانت جالس هنايا العواد كيطردخون. يا سلام. بسم الله. فطرنا مع السي ميمون وجينا لهاد البليصة هادي فاش كيقضي الوقت ديالو. هادي هي البلاصة اللي كيدوز فيها اوقات الراحة. هاك ميمون من بعد العمل كنجيو نرتاحو شوية. كتجي ترتاح في هاد البلاصة هادي انت قديتيها بيدك؟ اييه كان عاونني شي دراري نيت و جامع تبارك الله هنايا ميمون، جامع بزاف ديال الحوايج قدام والتصاور والذكريات. كيعجبوني انا الحوايج القدام كنجمعهم. كتحافظ على كاع الحوايج القدام. تورينا شي ذكريات ديالك قدام ميمون؟ كاينين بزاف. انا راه كنت عسكري سابقا ودابا ما بقيتش في العسكر. شحال تقريبا دوزتي في العسكر؟ نقول شي 9 سنين اللي دوزت في الصحراء ولا في الداخل؟ خدمت شويه في الداخل واحد عامين، وعاود ثاني 6 سنين وشي حاجه خدمتها في قلتها تزمور العيون. قلتها تزمور مزيان مزيان. كي دوزتي السيرفيس؟ ايوا المهم بخير وعلى خير. اللهم عليك الحمد. شنو تقدر تقول لنا على التجربه ديال العسكر؟ العسكر مزيان، الانسان كيولي يعتمد على راسو، كيعرف شحال من الحوايج، كيتلاقى مع ناس اخرين، شحال كاين فيها الايجابيات بزاف في الميدان ديال العسكر. غير كنتمنوا من المسؤولين ديال العسكر يطلعوا في الجندي. راه كي بحالي انا مثلا 9 سنين ديال السيرفيس راه ما خلاو لي حتى ريال. كنمشيو لديك المؤسسه ديال الحسن الثاني للاعمال الاجتماعيه للقدماء العسكريين، ولكن كيقول لك اودي حنا ما عندناش الحق نستافدوا، ما عرفناش علاش. زعما كنتمنوا هذه الرساله توصل لرئيس اركان القوات المسلحه الملكيه سيدنا الله ينصرو محمد السادس. الله ينصرو ان شاء الله. من هذا المنبر ودا استماعات تكون السبب ان شاء الله. ان شاء الله. لان هذه الفئه راه ضايعه. الحكومه الحاليه ولا السابقه راه ما كيهضروش على هذا الفئه ديال القدماء العسكريين. راه كاين الناس اللي ضايعين. بزاف ديال الناس. راه حنا دابا عندنا وليدات وعندنا، راه ما كاينش زعما تقول غير ملي خدم شي حاجه هكا كيديباني وصافي. هما تقول لك العيش الكريم راه ما عايشوش الانسان. لا القاعد العسكري ولا كان نبلغ واحد التحيه، واحد السلام للجنود اللي كانوا في الرومبلي، راه كيخدموا مساكن واحد التماره واحد باش ينعس واحد ويقرا واحد في الراحه والاطمئنان والسلم. الحالي هنا في الكوت ديفوار كاين لي باكستان، بوليس باكستان كيكونوا معنا تجريدات، كاين يتصور مع اصدقاء، كاينين تبارك الله عليك. هذه انا راه كيعجبني المحتفظ الاسره الله ينصرها. راك دائما الشعار ديالنا الله الوطن الملك. راه واخا عيطوا لنا في اي وقت نمشيو. دابا الا عيطوا لك اخويا ميمون تمشي ندافع على قبل بلادك والوطن ديالك. كنموتوا على الوطن. برافو. احنا راه ما خرجناش زعما ما بغيناش العسكر ولا شي حاجه، لا راه غير تسالات الخبزه ولا المهم الله يهدي شي مسؤولين وصافي. احنا ما غاديش يا ربي امين. عاش المغرب. بزاف ديال الذكريات عندك هنايا وانت دوني. هاي قلتها تزمور فاش فينا هي اللي قلتها تزمور؟ هذه قلتها تزمور. ها هي فاش قلتها تزمور
بالكالاش ديالك. الكالاش ديالنا كنتو كتعيشوا هنا في التابولات. التابولات هي كتشوف كتصوم حتى وكل تعيش من راسك هذاك هو كلشي كديرو راسك ما كاينش ما الا ما درتيش شي حاجه لراسك راه ما كاينش اللي يديرها لك. هذه هي الحاجه الزوينه كيولي بنادم معتمد على راسو تعيش لراسك كتعيش لراسك وكتتصارع من اجل البقاء. زيد ورينا هنايا الله ينصر الملك ديالنا. هنايا الملك ديالنا محمد السادس في افران. التصويره هذه قديمه شويه. هذه قديمه شويه كاين زوينه. هذه سيد الغزاله هذه ما نعرف حتى هي شمن عام. وهنايا شي اصدقاء كيكون الصور ديال الاصدقاء ديالك ياك ديالي. انت من يالله دخلتي العسكر هنايا تبارك الله. بطاقة تعبئة جوال 50 درهم قديمة هادو راه دابا حتى هي متوحة فيك المغربية. تبارك الله عليك. شنو عندك اخر؟ كاين كاين موجود واحد طندوزة قديم واش تعقل عليها سي معاذ ولا والو؟ لا والو ما عمرها. هذا باش كيحسنوا شحال هادي وكيفاش كيديروا يستعملوه؟ هاكا النيت راه كيخدم هاكا هو كي بحال الطندوز ديال الضو دابا اللي كاين غير هذا كيتخدم باليد بحال المقص صافي ملي كيحفى كدير له واحد الزيت ولا الزيت هنايا كيرطب كتحسن به. هذا الرجلاج ديالو هذا راه تكون عندي واحد 60 سنة ولا 70 سنة ودا سي معاذ تبارك الله. وهذا قنديل حتى هو هذا قنديل قنديل كنا كيستعملوه الجديد ديالنا ديك الساعات هو باش كيضوي الفتيله. هذا باش كانوا كياكلوا بالبول. هذا غنجه هنا باش كياكلوا داك البلبول واغو. هذا حتى هو راه قديم من واحد الخشب قديم العود ديالو ملوك الدولة العلوية. هما كاملين مولاي سليمان مولاي ليزيد مولاي عبد العزيز مولاي عبد الحافظ. أحسن تحفة عند ميمون هي الرافي الزمن الجميل ديال الفروج. قديم قديم هذا زوين والله إلا عجيب كيفاش مخدوم وكيفاش هذا راه كاين النسبة ديالنا ديال الجديد هذا عايش معنا شحال خدمنا به وشحال شحال تقريبا اخويا ميموني يكون عنده من عام هذا الريفي؟ دابا بعدا يقدر تكون عنده واحد حتى هو واحد 70 عام هكاك ولا 65 راه كاينه عنده. قلتي لي هذا باش كنتو كتفيقوا للمدرسه؟ ما كانت لا ساعه لا والو هذا اللي كان عمره وكيفيه. وباش كيخدموش بالحجار ولا لا كيتسرجا كيبدا تسرجيه كيتعمر من هنا في واحد السيرف وكيخدم. شوفوا كيفاش دايره الخدمه دي الحوايج ديال الزمان صراحه مخدومين بواحد الصح والعمل. شوفوا الجاجه شحال صحيحه والحديد والدوره ديالو داك الشيء كامل تبارك الله مخدوم مزيان. ها هي السر باش كيتعمل. كنبحثوا في هذا الشيء الحاجه القديمه اغلبيه كنحتفظ بها كندبر كذا مازال حتى البلاد زعما كتلقى عند الناس هكا الحوايج القديمه شوي مازال الناس محتفظين بزاف ديال الحوايج. انا ما كنبغيش نسمح كيعجبني نعلق الحاجه وكنشوف فيها حتى ملي كيجي شي واحد زعما كيعجبو الديكور كيقول لك اودي راه دابا هادي والله الا زعما تحفه زوينه. انا ما كنتش عارف هادي واش كتخدم بلا حجر بلا والو كيبقى يدوروها توصل لحد حتى كتوصل لحد صافي. وشحال كدوز تقريبا؟ كيمزيك واحد يومين هكاك 48 ساعه مثلا كتقرب كتعاود تسرجيه. ويلا مشات حتى حبسات وجيتي ولقيتي الوقت وقف غاتريقلها كاين فين كتغلع قريبا غنوليو تريقلها واخا فاتك. والفروج ديما كينقب بالثواني ياك كل ثانيه كينقب فيها الفروج كينقب. شوف والله الا زوينه بالله. صراحه اول مره نشوفها مباشره كنشوف التصاور ديالها ولكن اول مره نشوفها مباشره داك الفروج كيبقى ينقب وكتسمع هذيك قرب 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 سمعوها. واش كتسرسر ملي كتفيق؟ لا داك السرسر ضاع لها. السرسر ضاع لها هنا خصها واحد النقشه ولا شيء السرسر بالحق الخدمه تا يخدم كيخدم. كيفاش كان كيسرسر فاش كيفيقكم كيدير سر السرسر
ما كيوقفش ني تسرح حتى كي تتسكت انت يا واحد واحد النقشه كضغط عليها يسكت عاد ديك الساعه نوض صافي جمع الوقت كيبدا حطيف تفيق يا سلام والله الا يا سلام صراحه ما كاين ما احسن من الحوايج ديال الزمان داخل ميمون الله العظيم صراحه خصني ندبرت انا شي خريطه تكون صغيره نبقى نديها معايا ديما كنبغي نشريها وكننسى خصني نشوف شي مكتبه نلقى فيها شي خريطه بحال هذه تكون صغيره دابا ودستي ورينا النقطه ديالنا اخويا دابا فاش راك انت ها قرمه ها هي دي اياه الريش ها قرمه ها بنيت جديد انت ها فين كنتي دابا تقريبا هنا تفنديس تفنديس هذيك هي النقطه فاش كاينين دابا غادي تشد الاتجاه ديال بودنيب ان شاء الله على وادي قير دابا كاين واحد وادي قير كيديك واد استماعات بادي من قول تقريبا خرجت قرمه لهيب المو ولا جاي من تيجان مثلا المام وحدو كيمشي هذا الواد حتى واحد الوقت حتى الجزائر كيخوي في قول تقريبا جهه بشار ولا في شي بلاصه تما شي ضواور الجزائر ولكن دابا الحمد لله الدوله فكرات دارت واحد السد هنا في قديسه على بعد 30 كيلومتر من ولا 40 كيلومتر على قرمه اتجاه بودنيب ذاك البراج دابا مزيان نافع للفلاحه كاين في بودنيب مثلا وعاود ثاني واحد النقطه زوينه هي ذاك الماء اللي كان كيمشي للجزائر تحبس دابا حبسوه ما بقاش دابا كيدوز شي نقطه لديك جهه الجزائر عبد الله مشوشه وشي راسي كيسولك المقدم عليا الصباح لا راني زوين داك لا قلت له صافي راه مازال قالك قال لك واش مازال ولا مشى قلت له راجي هذه واحد الفيرما قديمه ديالنا كانت عامره بالشجره وداس سي معاذ ولكن كان واحد الفيضان في 2008 وضربها شطبها كلشي وكان هنا التفاح كاين المشماش كاين كلشي شو هو الشجر كامل ميت مسكين دابا جا داك الفيضان ديال 2008 الواد هذا مازال تشوف الواد فين وصل حتى لهنا وصل عندكم حتى لهنا يطلع هذا غير ما ضمن 2008 الشجره ثم راه شطبها ولا حتى ولا حتى ولات كامله وطلع بسم الله الله الشجر راه يابس نوصلوا للمزرعه الكبيره صافي الناس كيقلعوا من جديد راه كانت حتى فندست في الايام ديالها ولا ملي كان ملي كان الماء وراه غادي نقول لك جنه فوق الارض جنه النيل تبارك الله الطبيعه وكلا دابا ملي ما كانش راه كلشي على الماء حتى فندست اش غادي نقول كاين فيها بزاف د العظمه زعما كاينه تيزديك كاينه واش غيتصغروش كاينه حتى هذيك العظمه كثارين فيها يكون واحد اربعه هكا اربعه ديال العظمه العظمه هكذا ماشي تقولني تعدم واحد اللي فيها ولا القبيله فلانيه ما كاينش قبيله وحده هنا يعني مفرقين واحد المشروع الحمد لله مزيان كفنداس الماء الصالح للشرب ديال الشاطو هنا الحمد لله جابوا لنا بعدا الطاقات تبارك الله هادشي جديد يلاه الدار يلاه الدار جديد هذا المشروع هذا تبارك الله حتى القدرون الحمد لله غادي واسي مصطفى راه غيعطينا بعض المعلومات على هذا القصر هذا واش كيعاني والناس المشاكل والمشاكل من اش كتعاني الساكنه هنا والخصص اللي عندهم وبزاف ديال الامور عندنا هنا حنا وسقط الراس ديالي في 1954 يعني جيت صغير للبلاد وما عقلتش كانوا كيعاودوا عندنا واحد الاثار في واحد الواد كيتسمى تعريش كانوا ساكنين فيه على ما كيعاودوا البرتغال ودايرين فيه واحد السكن ديالهم شحال هادي وهذا هو شي حاجه اللي كتسمى واحد الاثار يعني قديم قبل الاستعمار او في البدو ديالها او على هكا والبلاد الله يرحمنا ضعيفه بزاف كعاود لك هذا الشيء يعني ليش كل اللي كيبيع ويشري في شي حاجه او عنده وليدات وموظفين كينفعوه او شي متقاعد يعني او شي حاجه واللي راه قالش في البلاد ما البلاد الله يدير تاوي الخير كنت انا ولد 4 سنين 5 سنين عاقل عليهم هنا تكون عندي ديك 12 عام تما عاقل عليهم عاود ملي مشاو بحالاتهم الصراحه ما كان السوق القيصريه قرامه كانت عامره كومبليهوز يعني كيبيعوا ويشريوا في الثوب وفي المواد الغذائيه وفي جميع
المسائل اللي كيقضيو بها الناس ديال الواد ديال كير. وفي التالي مشاو بحالاتهم، بقى واحد جوج عائلات تقريبا شي 10 سنين موراهم من هذوك اللي قالوا مشاو بحالاتهم لفلسطين او الله اعلم فين مشاو، وهادو دوزو خير بي عاد دابا كيعاودو مشى للدار البيضاء شي مشى، لان ما كاينين في الريش وكاينين في كرامه وفي الرشيديه الى اخره، ودابا يمكن زياره كيزوروا كيجيو عندهم هنايا سنويا. عندهم هنا الكنيسات ديالهم سنويا، كيجيو سنويا كيزوروا، كاينه وحده في تولان وفي الرشيديه كذلك، وديك الجهه بعد هذه في المنطقه ديال واد كير كاينه دائما كيجيو كيحتفلوا بالعيد ديالهم والمسائل ديالهم كيمشيو. ومازال عقل على المعامله كيفاش كانت ملي كنتي مازال صغير؟ لا انا المعامله ما كنتش كنتعامل معاهم، وانما كنسمع يعني هما ما يغدرك ما يديلك ديالك ما حتى شي حاجه ماشي وناس يعني اسمع قولين. هذو اليهود المغاربه، اليهود المغاربه اللي كانوا عندنا في كرامه كيعاودوا لنا الناس بحال الوالد ديالي الله يرحم الجميع، كانت عندهم الارض هنا في تفندس وكيخدموا الناس وكيأديوا لهم الواجب ديالهم المسائل ديالهم. الحقيقه ما سمع عمرنا سمعنا شي واحد فيهم داير شي عمليه قبيحه مع شي مسلم مثلا او شي حاجه. صراحه غير الحوانت. يعني كانت معامله مزيانه، كانوا كيتعاملوا معامله مزيانه، كان تعايش بزاف كاع ماشي بزاف. كانت انت واحد بزاف العائلات اللي عايشه معاهم على بهادو اللي كنعاود في الرحاله اللي ساكن في الجبال. ديك الساعه كانوا الناس هاد الشيط البوطه ما كايناش، كان الريشويات ديال الفتيله والريشو ديال الغاز فهمتي. هما وكيستعملوا العواد، واحد القبيله ديال شغروشنا سيميمون كيجيبوا لهم العواد كيتباعوا تما حدا الحمام حدا القرنه القديمه تما، كيكون صحاب الفاخر صحاب شو يعني الحاله دايره عندهم. واليهود ما يديرش قهوه، ما يديرش مطعم، ما يديرش حتى حاجه، البيع والشراء في هذا الشيء ديال المواد الغذائيه والثوب وهذا الشيء اللي كاين. ماشي شي حاجه مثلا هو يدير قهوه يبقى يجمع الناس ولا لا، ما كيديروش شي مشروع اخر من غير التجاره في المواد الغذائيه والثوب. المواد الغذائيه صح والمسائل صافي، اللي بغيتيها كاع اللي كدور في القبيله ديال الواد كير كتكون عندهم. الصراحه ماشي حانوت، ماشي جوج، ماشي بزاف. الهريات في الاعياد ديالهم، الدراسه ديالهم، الجامعه ديالهم. مازالين عندكم لدابا؟ لدابا دابا المدرسه وخيلا تبعت تبنات، الجامعه ديالهم مازال. ديك الساعه داروا فيها شي مطعم وقيلا الخيريه ولا شنو؟ نعم الخيريه اللي داروا. هاست ولاها المخزن وقيلا ولا الله اعلم، ولا باعها ولا مدرسه خاصه بهم. ديك الساعه كنا كنقراو ولادهم كيمشيو لواحد الاتجاه وحنا عاود كنمشيو لواحد الاتجاه صراحه ماشي. وكان في الاعياد ديالهم كيطعمونا كيعطيونا ذاك الاعياد ديالهم كيديروا واحد الخبز كيقولها الرقاقه ولا الرقيق نسوس وكي ايوا الحق الملحه لا كيسموه نيت المسوس، وكيكون يابس بحال التريد وهو يابس كتكون يابسه نيت قاصحه، كنبقاو نغزو فيهم. هي الصراحه عيالات ديالهم في السوق يتسوقوا وداك الشيء، يعني كل واحد محترم راسو كان احترام كان وقار، كل واحد شاد وقرو، كل واحد عايش الحياه ديالو الصراحه ماشي. نتمنوا انهم يتقوا الله، نتمنوا الخير. دابا هما لا حول ولا قوه الا بالله، رب الله تعالى يلطف ويطفي هذا الغضب هذا ويهديهم ويهدي الجميع ان شاء الله. ماشي كله ديال القتل وديال سميتو لا هنا ولا هنا ولا في شي بلاصه اخرى، راه حنا كنشوفوا في التلفزه هذاك الشيء كيبقى فينا الحال. يا سيدي الحاله ديالنا مثلا حنا في هذ الدوار ديالنا ديال تفندس ما عندناش شي منبع يعني غادي كنسقيو فيه دائما. حنا الا كاين الماء في الواد راه القبيله عايشه والشجر عايش، وملي كينشف الواد وما كاينش حتى الله يرحمنا في هذه الايام هذه الحاله ضعيفه بزاف عندنا. وكنتمناو من المسؤولين عندنا واحد الواد
ديال كتسمى ديال لاسينيسمون نبغيو الدولة توقف معنا دير لنا واحد السد يعمر داك الشيء باش يمكن نستغلوه من داك الماء ديال لاسينيسمون نسقيو به هذاك يعني راه غادي وكيتزاد ولكن كيخصو القنوات ديالو والمسائل ديالو وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون خير ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد السد في الباب ديال واحد الواد كنسميوه خيار لانه هو اللي هابطه منه ديك لاسينيسمون غادي يتلاقى الواد ديالنا كتسمى واد كير ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون خير لقدام وتحيه المزرعه ديالنا ما حنا دابا راه الجفاف والزيتون كيتقطع يبست الدنيا وواحد الرباعه من الناس ديال القبيله ما كاين كاين اللي سامح في ولادو بالشهور بخمس شهور كيمشيو يسافروا الله يحسن العواني يجيبوا ما ياكل وليداتهم اصبرك الله على با جمال الله يكبر بيك الله يحفظك هذه الدار الوالدين البني القديم شوفوا تبارك الله بحال الرياض تبارك الله تبارك الله الله يحفظك اخي جمال حشاك الله يكبر بيك بسم الله بسم الله الاخوان صافي غنشدو الريحات هنا نطلقو اخوان عدو لي السوالي ونشدو الطريق ان شاء الله نشوفو فين غيكتب لينا باتو هاد الليله واش تولال ولا قبل تولال شوف عمر بالشوك سير هرب هرب عارف راسو غيمشي ها زوين بعدا لا مزيان مخير سير هرا الله الا تبرونزا الله الا تبدل اللون زعما الله يحفظك داك الشوك صعيب لا صحيح دور نعس فيها ادل كرفصي راسك لا بجي شو شو غير كون خليكي بعدا ولا ندير لي غير سيرجع واحد جديد شو هكا يخافوا من الماء هما حتى الكلاب هكا ما كيحملوش الماء انا عندي واحد غير كان يشوف هاد الاخر اللي عنده كيف هذا كيبان له بحال القراد ما تدري الفريد البركه البلاد هذه
شوفوا الكورات صافي. ارجع بحال الشيطان. شوفوا كيفاش رجع تمسخ. باش شفت ما انا دغيا تقول هذه كلها واقيلا ما يهربش. هو الاخوان راه تنقى ولكن مازال فيه داك الشوك ولا ما نعرف شنو سميتو كيبان مضيع له الديكور صراحه. شفتو ما بغاش يتحيد خصوصا ملي زدنا دوشنا له ما بغاش يتحيد داكشي. بحال واحد غادي يكون السبب باش يعرف هاد القصوره ويعرف تيلال يعرف ملاحها يعرف شحال من تيلال حتى هي ما معروفه. تاري القصوره في قرمه موجود الخير يلا وخ التاريخ عندهم التاريخ كل قصر عنده تاريخ عريق ومخلطين هنا القبائل سبحان الله كاين بزاف ديال القبائل مخلطين ومعايشين بيناتهم تعايش عادي كاين لا بين هذا ولا انت كتشوف كل شيء الصراحه بصح غير شنو ولا سميتو مع زقي تلقى زقي مع حديد دوي ولا معمر غادي يعني ما كتلقاش كاع داك المشكل الفرق. انا راه ما نقدرش على هاد المغامرات اللي كدير الله يعطيك الصحه والله كتقاوم والله يبارك واحد في البلاد ديالو كيخاف ينعس غير على برا مثلا انت الله يسر في ما جا بالله الله ربي كيستر والصيف عاود ثاني هكا يستر الفاعي الله يحفظ والله يدير الخير العقارب كيكون قادر يتبقى بزاف كيكون عندكم هنا كيكونوا موجودين ديك مولات الكرون موجوده عندكم يا ربي السلامة الله يحفظ هاد البلايص حيت في الصيف عندكم الحرارة بزاف مرتفعة هذا هو المشكل ما كاينش الماء كيكون الجفاف كيقلبوا على الماء الريحة ديال الماء كيشموها زيد الر هي تفندس القديمه الاخوان هذو هما الديور ديالها القدام دابا نطلعوا من الفوق عادي عاد تبان مزيان ياك سير على الله يلا زيد الر الر لا دابا الرمل مرجوك ما عندك هاي تفكرها دابا من هاد الطلعه هادي دابا كنطلع التريبور ديالي والاخوان ميمون قلت له دابا راه ما كرهتش شي حل الاخوان باش ما يبقاش يضرب قال لي غتحاول تربط له هذا الرجل مع هذه بالصمطه باش حتى ملي غيبقى يبغي يتعلى يضرب ما غيضربش بالجهد ياك اييه نقص ديك انا كنت باغي نديرها من مع الرجل القدامي اللورانيه مع القدامي ولكن فكرت ما غيبقاش يتمشى مزيان سير هرب شافوا القصر كي داير كان واحد الجامع قديم دابا راه كيبني واحد جديد مازال ما تكملش هذا اللي فيه هذا البير هذا واحد الجامع قديم اييه صافي بغا يطيحوا يهدموه ودابا كيبني واحد جديد اللي هي تسيما وهذا في كانوا ساكنين هنا الناس هذا القصر هذا ها هو قصر اخر قديم هذه ديال الشاطو ديال الماء الجمعيه ديال الشاطو ديال الماء من هنا كاين البير وكيمشي الماء للشاطو زاد واحد جديد دابا الحمد لله عيشوا هاد الناس كيعيشوا غير من هاد البحيره هنا وهذا من الفلاحه دابا كاين الجفاف تقريبا خاويه البلاد خواتها بصح كيما كتسمعوا هو ثقيل كتشوف انت كلشي بعينك كتصور كتشوف الصحة ماشي واكرش الدوار هذا ولا اله الا الله ولي اخي ميمون الناس دابا اللي كيهاجروا من هنا كيمشيو غير للبرامه قرمة يعني قرمة إذا عندي شوية جهد غير قرمة ما صافي ما عندهش شي جهد آخر وسط شي مدينة كبيرة ماشي غير كري عاد ماشي حتى عنده مثلا ماشي عنده زعما الدار تما وكانت ديك الساعة الكتيبة هنا راه كتشوف واحد الناس كل واحد عنده هنا ذاك الكوري فين كيحط الخير الأزقة ديال القصر هذه لا هذه ديال الطين هذه واحد الجمعيه نسويه كانت تنميه بقصر تفندس كي شنو كيديروا فيها بالضبط هي كانوا دايرين فيها داكشي ديال الخياطه غير صافي داك ما بقاتش دابا خدامه
ما بقاتش تسداد. ما بقاوش نيت دوك. ما بقاوش زعما دوك العيالات اللي كيديروا النسيج. كانت خدامه واحد الوقت دارهم شي ماتو. حتى ما نجحش داك الشيء المهم. صافي وتوقفات. دابا واحد المقرب هي كيحطوا فيها شي حوايج ديال الجمعيه. كما قلت لك هذاك الطرق ماشي شي. كاين هاد الجهه هادي والجهه ديالكم. الجهه ديالكم ما فيهاش بزاف ديال من الواد اللي ما كاينش بزاف ديال السكان الله اعلم. لا ما كاينش غير شي فورم اللي كاين. ثلاثه ولا اربعه فورم. هذيك الفورم هما اللي ما كاينينش غير الاساسه اللي دايرين تما ماشي زعما الاغلبيه غير برانيين ودايرين الاساسه مثلا. الاساسه ملي كيكون الزرع وداك الشيء هنا فاش كيحصدوا. هنا كدرسوا. ما كاينش. هكا سير على الله. هو الروضة الاخوان. تبارك الله بانينو مزيان. مزيان جديد. مزيان. قرب يخدم ان شاء الله. ان شاء الله يقراو الوليدات عاود. ها هو الملعب ديال تافنداست. خاوي الدوار. الدوار خاوي ما كاينش الناس. لا خاوي. كيسافروا الناس بزاف. كلشي مشى. كيسافروا ما كاينش ما يديروا راك عارف الناس اللي سافر. لا وقت ناسا. هو السي خوان نشف. ولا جديد. باقي هذاك الكراد اللي مازال لاصق. هذا ما يتحيد. التلاميذ الابطال. كتقراو مزيان. الله يوفق. كاينه الهيئه المدرسه والجامع. لا بيست. هذه دابا بيست نيشان غدينا لتولان. ولا بقيت تابعها نيشان نوصل حتى القدوسه. توصل حتى القدوسه. حتى البودنيب. تولان من تما كان الكودرون حتى البودنيب. مزيان هذه شويه مخصصره ما بغيتش ندوز على الطريق لان الكودرون ما كاين ما يتشاف تما. هنايا بعدا كاين. بعدا كيكون شويه. هنا كاين ما يتشاف. دابا الا جاتك شي فرصه انك تخوي البلاد. تمشي مثلا شي مدينه كبيره تمشي ولا لا؟ لا ما غاديش نمشي ولد بصراحه. لا دابا لا ياك ما غاديش نمشي. واخا زعما الارض عندكم البلاد فيها الجفاف واخا هذاك الشيء ما غاديش نفرط في البلاد. لا ما تقدرش. ولو مثلا تجيك هكا دار وكل شيء وفلوس. لا ما تقدرش. لقيت راحتي هنا سبحان الله. دابا لقيت راحتي السعاده. لا المستقر المهم. باقي راحتي ماشي الماديات الا تقول راه خصنا يكون عندي الفلوس عادي يبقى ديك السعاده. الحمد لله. اهلا ابو عبد اليوم. غادي نصوروا في المعنى تصوروا. السلام عليكم. لاباس واش مزيان؟ لاباس 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 الله يحفظك يا خويا. الله يبارك فيك. لاباس السلام عليكم. الله يكبر بك. هاد السي كنت نقول لك الا بغيتي تبعت ولا خصك شي حاجه ولا مرحبا. الله يرحم الوالدين اخويا. شكرا بزاف. لحقاش يزري السلال دو تفرات السلال غادي السم جماعة. الله يحفظك. رجعتي هاد الدار. الله يحفظك اخويا ان شاء الله. شحال من مرة كنصونك بغيتي شي حاجه خصك شي حاجه مرحبا. الله يرحم الوالدين. شكرا جزيلا. الله يحفظك اخويا. شكرا بزاف. مرحبا. العز الله يحفظك. زيد الرو الرو بلاتي الربط بعدا الربط حتى الربط باش نلقى ما نطلق. تانتوما هي كنغفل. شو 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 دابا الخطر باش ندوز الحبل. جي وليدي اخوان غطار. البارحه الاخوان كنت غنمشي الطريق لتولال وما كتابش. قالوا لي الدراري ميمون وجمال ودراري اخرين قالوا لي والو تزيد. صافي وزدت البارح واليوم ان شاء الله غنزل حتى لتولال ونقدر الى بانت لي شي بلاصه قبل تولال تكون مزيانه نقدر نحط فيها الخيمه ديالي حتى الغدا ان شاء الله وندخل لتولال. وشكرا بزاف للناس ديال قرامة الله يعمرها دار. تحية ليهم كاملين على المعاملة وعلى حسن الضيافة والكرم وكل شيء. هو السي ميمون طلق لينا الماء. الماء الطبيعي. الماء الطبيعي دالبير. الله أكبر. ما كاينش شي دور هنا قريب ولا شي ما زعما. مزيان. ديال البومبا ولكن بعدا بنا بالنهار. بالنهار. الصيف دابا في الصيف صعيب. في الصيف صعيب الحال. غير بالكيكرة ولا مسكين كان غيشرب.
وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي. كل شيء مع الماء. كل شيء بالماء. يورينا السي ميمون الجريدة ونرجعوا نشدوا الطريق ديالنا. سير على الله خويا ميمون. حنا راه بزاف كما قلت لك الفصا والزيتون هو على الشكل. والزيتون تقريبا بدا كيتكمش. كما قلت لك والله الا بدا كيتكمش 6 ايام ولا 4 ايام غادي يبقى صافي. شوفوا الزيتون راه تكمشات هنايا ومازال ما حيدوها باش يعصروها. انا قلت لك الفصا كتعاون حتى الزيتون سبحان الله. دابا ملي كدير على الفصا ياك عطيت الشجره واحد كتعاونها بزاف بالحوايج كتعاونها بحال قلت درتي لها مثلا شي بحال عطيتيها شي فيتامين. الزيتون مثلا شهر 12 مازال ما تحيد ولكن كيقول لك زيدني ليله نزيدك قليله. كل ما ستي ليه ليله كل ما كيعطيك الزيت مزيان كل ما كيزيد يعطيك. شحال من شجره تقريبا؟ شي 600 هكاك ولا 700. تبارك الله. الفول شي جنبانه شويه ديال الماء النعناع مثلا. هو النعناع تبارك الله بسم الله. احسن هذا حرش ياك. هو القزبور والمعدنوس هنايا عاود تبارك الله الله على نعيم. شنو هذا الدنجال؟ هو الدنجال. فلفلة هذه مطيشة غطي. علاش مغطيها بهذا الميكا؟ ياك ما كتصبرش هي السمرة. تبارك الله. شوفوا انتم دير له واحد كتدير له واحد المطيشه. ها هي تبارك الله. وما داك هذاك الندى ما يخليهاش حتى الا كان ندى والو ما السمره كتقتلها كتموت. هادو راه مثلا الزرع الله زرعنا شي زرع على الله غتصف كامل الزرع. هذاك وهذا تبارك الله. تقريبا واخا داير هاد المطيشه وهاد غير الدار مثلا غير الدار ما تاكل ما تاكل. لانك كتخدم على الشجره دابا هاد الزيتون علاش تخدم؟ الغرض ديالك الزيتون هو الغرض. الفقاره هي هذه اللي كتشوف. المويها هي المويها ديال الفقاره. تبارك الله على كاع الفلاحه فين ما كانوا. العشق ديالك هو ما تقدرش دابا تعيش شي حاجه واحده اخرى. ولفنا دابا صافي سبحان الله. دابا شي حاجه من غير الفلاحه ما تقدرش. لا لا صافي كتبغي حتى المهنه صافي كتبغيها مثل بالحب بالخاطر ديالك. ماشي كتخدمها وانت ماشي بالغرض ديالك ولا لا. كان قال لي الحال كتخدم وكترتاح. واحد السيد البارح كان قال لي راه سبحان الله ملي كتجي تبقى تتعامل مع الشجره كتبقى تسقيها وتجي وتعطيك الثمار وهذا كتشكال هذا كتجاوب معاك كتجاوب معاك كتعيش معاك تنقشها دير لها الغبار مثلا حتاك وتشربها مزيان راه كتعطيك حتى هي ما تاكل بحال ما كتخيبكش. الصراحه زوينه زوينه الفلاحه والله الا زوينه. افير ما فيها البير والطاقه ديالها حتى المازوت شكون اللي غيخدم دابا الموتور ديال المازوت. غالي المازوت بصح كيتحكم عليك. غالي تجيب 5 لتر ديال المازوت غير 5 لتر دابا 15 اذا كيتحكم عليك في النهار. كتعطيك واحد 2500 درهم ولا 2000 درهم في الشهر بزاف. تشري طاقات ولا غير بالكريدي وبدا تعطي غير 1000 درهم والله الا وتصدق حسن وتصدق حسن. وتا هنايا المشكل عاوتاني ديال الضو. الضو كدير البومبا كتجيك غاليه. كيجيك الضو غاليه تجيك فاكتوره غاليه. هي الطاقة الشمسية. الزيتون راه بدا كيطيح دابا. هو صافي دابا قول لي دابا خصكم تبداو تجمعوا صافي تلقطوها. غادي نبداو صافي. واش كتخليو هني حتى الشجرة كاملة كتبقى تسقط وكتلقاوها في الأرض ولا كتجيو كتسقطوا عاود الشجرة شوية وتجمعوا تلقطوا من الأرض؟ لا دابا هاد ملي كنجيو نيت كنسبقوها دابا بعدا اللي طيح في الأرض كتجمعوه وكيبقى شوية عاود كنفرشوا واحد خنشي صافي صافي كتسالي كتحيد داك الخشب. كتجرب
دابا مباشره عاوتاني ورا التحيات ديال الحبوب ضروري خصك تزرب. كان شحال من واحد دابا ما كيزربش، كيقول لك الشجره عندي انا 6 سنين ولا 8 سنين ما كتعطينيش الغلة. هي راه كاين تما عاوتاني المشكل، اما ما كيعطيهاش هذا الماء والغبار، اما ناقص، اما كتكون مشبخه خصها حتى هي تحيد. كيبحال بنادم بغى يحس الشعر كتقنط حتى هي كتكثر. سبحان الله. مثلا قديتي فيها 20 كيلو هذا العام وزربناها ودرنا لها الغبار وشربناها غتعطينا يقدر 50 كيلو ولا 40. سبحان الله. كتشوف غير الشعر هذا بنادم راه كيحسن، ما كيدور 20 يوم حتى كيقول لك بغيت نمشي للكوافير عاود. بصح معقوله. وراه كيكتا الشجره سبحان الله. سبحان الله. اي خصوصا الزيتون كيبغي النساء. كل مره في كل كل في كل في ما تجني دو جانفير لشهر جوج ولا لشهر لشهر ثلاثه. خص ضروري حتى هو الوقت. لان الشجر كينعس في واحد الوقت ديال الزراب كيكون الشجر ناعس، بحال درتي ليه شي عمليه هو مبنش. اما الا درتيها له في واحد الوقت مثلا شي شجره وهي في البرد كتدخل ليها واحد المرض اوتوماتيك. المرض ديال لاطين طين في ديك البلاصه اللي قصيتي مباشره حتى هي كبحال بنادم. سبحان الله. باش ما يضربهاش البرد فاصمه. الله يعطيك الصحه ودرتي وما درتي ليهش ذاك الغطا. والله الا معلومات هذا ودي هذا السي ميمون. برافو عليك. غادي تشوف داك الشيء مثلا هذا هنا حيدنا هذا درنا المهم هي كاينه واحد الصباغ اختصاصي كتكون واحد الصباغ الخمراء غير كتقص كيتبعك واحد كيدير دابا ملي ما كيكونش عندك هذيك الصباغه كديرها في الطين. اي واحد زرب يبدا يدير هذا الطين هذا. والله الا احسن حياه هي ديال الفلاح وحق الله. كان واحد البير قديم وكنخدموا هذا الموتور كما قلت لك تقلنا بالمازوت. ها هو هذا شحال تقريبا كان كيستهلك؟ 50 درهم في النهار اذا كتستعمل حسب النهار اللي استعملتي. مثلا تقدر تستعمل 4 ايام في السيمانه تمشي لك 200 درهم هي القليله القليله في السيمانه. ولكن كثير دابا ما تشرب. دابا لو كان هذا الوقت راه تستهلك 10 لتر وداير واحد الثمن غادي تخرج انت في غتصدق ميزانيه 150 درهم في النهار وما قضيتيش الغرام بزاف. دابا راه كنلقى هذه بالنسبه دابا درنا حنا هذه الطاقه هي هذه البلايك راه من الفوق باللواح. عشرة البلايك كاش الكفري والبومبا والتيو والخيط ها انت كتخدم وكتقام اقتصاديه الحمد لله. ما عمر هذه ملي كيطلع النهار كاينه الشمس هال ما عندك. لا حتى هنا المنطقه عندكم فيها الشمس بزاف تقريبا دابا لينا 100% الطاقات راه خدامه. علاش دابا الشاطو ياك شتي الشاطو ديال الشريب طاقات راه كانت عندنا بومبو الضو ولكن شكون اللي غادي يخلص هذيك فاكتوره كتجي غاليه. المواطنين راه غاليه عليهم. ما دابا طاقه بعدا راه طاقه بعدا راه الحمد لله ما كتلقاش المشكل ما كتخسر والو. ها هي ها الشمس ديال الله. هذا المعنى باش كنرتاحوا ملي كنضربوا التماره ونجيو نعمل واحد الوليداتاي ولا نتغداو هنا بخير. بالليل كينعس بنادم هنا شوفوا على جلسة هنايا. هذاك هو اللي كاين. دابا قول لي حتى هنا كتشد الديمومة الداخلية. حتى هنا الله يعطيك الصحة كنشد لك. شحال تقريبا كتشد البيرمانونس هنايا؟ راه كيبات خويا واحد المرة ونبات واحد المرة أنا. جمال. علي. علي ها. وهذا هو باش كتونس راسك أخاي ميمون يعني. هذا هو. الراديو. الراديو. تاو الطاقة الشمسية. Anoche el jefe de la delegación española José Manuel Álvarez se encargó de decidir en audiencia a una representante. هناك وتا النهار كتحس بيني كتلوز النهار نيت الوقت كتحس بيه. ماشي بحال دابا بنادم اللي ما عندوش شغل كيدوز له النهار الله يعطيك الصحة. المهم هنا كاين ما يدار. ماشي زعما تجي تقول راه اليوم ما كانش ما يدار واخا كاع الماء راه غادي في واحد البلاصة طار العقل ديالك كيقول لك خصك هذيك تنقش هذيك تقطع هذيك خصها كتهز والله حتى ترقد هذه البلاصة صافي وكيبان لك الشغل كيلوحك للشغل شغل كيديك للشغل وكتلهي راك انك كتلهي في الوقت. ما واحد راه ما عنده ما يدار كيتلف كيقول لك انا راه يا وكي قنوا باز ديك عاود ثاني حنا كتقول ليه وسعدتك كتقول لي عندك كذا. انا بغيت هذا بغيت هكا اخويا كيعجبني انا بحال هكا كنعيش نعيش صافي. ما التغييرات النظره ديالي للحياه بزاف. هاد الحياه هادي راه ما كتستاهلش اننا نتعذبوا ونبقاو نبرزطوا راسنا بزاف ونبقاو نكرفصوا في راسنا بالافكار وبالتفكير الزائد. الانسان يعيش ويحاول انه يستمتع بالوقت ديالو ويعيش البساطة. أنا كنركز على البساطة.
الانسان الى بقى كيعيش الاشياء البسيطه والله العظيم الى غيبرى نفسانيا بسم الله. شكرا جزيلا الله يحفظكم. مرحبا ودسمو ان شاء الله شي ساعه الخير الله يحفظكم ترجع ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. نتلاقاو ان شاء الله في الصباح. الله يسلمكم.